الفيلم دي على الفيلم المسلسل ديالك بعد. مرحبا بكم اولا وبهذا المسلسل. هو مسلسل تلفزيوني لفائده القناه الاولى من انتاج القناه الاولى وشركه سيغما، سميتو باغ بريغاد انتي غونغ او فرقه محاربه العصابات او الجريمه. هو مسلسل من 10 حلقات، كل حلقه عندها 42 دقيقه، كيتحدث على فرقه متخصصه في محاربه العصابات والجرائم انواعها، الزوير، المخدرات، القتل الى غير ذلك، السرقات بطبيعه الحال، اشياء كثيره. ولكن الاهم هو انه نتحدث ايضا عن الفرقه من الداخل، مشاكلها ايضا الشخصيه، جوانب النفسيه، جوانب العائليه، وايضا الجوانب المهنيه. ولكن الاهم من هذا هو انه هناك فرق بين واختلاف كبير بين ما هو شخصي وما هو مهني احترافي، بالتالي فهم كيأدوا الواجب ديالهم مهنيه وكيحاولوا انهم يعطيونا فعلا واحد المساحه ديال الاشتغال داخل مدينه الدار البيضاء، اللي كنشوفوا بانهم كيحاربوا كل انواع الجرائم والمجرمين بواحد المهنيه وفي اطار القانون وفي اطار ايضا الاشياء اللي مسموح بها. وهذا معناه ايضا انهم كيحاولوا انهم يقدموا الشيء الكثير من نفسهم، من ذواتهم، من شغلهم، في بعض الاحيان كيتخطوا ذلك الى مسائلهم الشخصيه. المسلسل يتحدث ايضا في واحد نسق درامي بوليسي حول جريمه كبيره وجرائم صغرى. وجرائم الكبيره اللي غادي تكون من الحلقه الاولى الى الحلقه الاخيره، وجرائم صغرى اللي غتخلل ايضا هذه الحلقات وهاد الاشياء المتعلقه بالفرقه وايضا العصابات. وبالتالي فاحنا غنكتشفوا من الداخل شنو هما المهام الحقيقيه لهذه الفرقه، وكيفاش كيتعاملوا هذه الفرقه مع هذه الانواع كلها من الجرائم والمجرمين، وكيفاش انهم سيستطيعوا انهم عن طريق التحقيق والبحث والتقصي، وايضا في بعض الاحيان كيمشيوا باش يقتحموا اقتحامات الى غير ذلك باش يوصلوا الى هاد المجرمين ويحلوا هاد الجرائم باش يكون الامن والاستقرار داخل مدينه الدار البيضاء. قربينا اكثر من الدور ديالك في باك. الدور ديال ياسمين هو واحد الدور ديال الشخصيه البوليسيه اللي كنشوفوها كما سلف الذكر ديما كنقولها، شويه البنات في لاباغ انتي غونغ يعني بريغاد انتي غونغ قلالين وما كاينينش، فكنشوفوا الانثى كتمارس عليها مجموعه ديال الاكراهات كانثى من طرف مجموعه من العصابات، وطبعا هي والده ومطلقه وعندها ولد. المسيره ديالها كيفاش كتمشي، كتكون من لابي جي حتى كتجي عندنا لابريغاد، واحد المسيره مهمه لان هي انسانه طموحه مستقله وقويه، فتختارت انها تجي تكمل بعض المهمات مع الزملاء ديالها في الفرقه الوطنيه. وكانت كتعرض لمجموعه كما قلت لك ديال الاكراهات، ديال اللي هي انثى، صعيب تشد شفار، صعيب لي زاريستاسيون اللي كيداروا، ولكن فوالا ما بغيتش نحرق البيرسوناج. تكلمنا على الدور ديالك في باك. مرحبا بكم معنا في بلاطو التصوير ديال المسلسل ديال باك. كنأدي فيه دور ديال حسن بالعافيه، ضابط في الفرقه ديال لاباك. ومن بعد كنشوفوا كيفاش كنشوفوا حياته الخاصه وكنشوفوا حياته العمليه. يعني في باك الافونتاج اللي كاين ولا الميزه اللي كتميز هذا المسلسل هو ان غندخلوا لعند رجال الشرطه، العناصر ديال هذه الفرقه هذه، غندخلوا لحياتهم الخاصه كاملين. منهم حسن نشوفوا حياته الخاصه، علاقته بوالديه، علاقته بخدمته، العلاقه الغراميه اللي غتكون عنده من بعد في المسلسل. الدور ديالي كما كتعرفي فانا راه مجرم مثل معاهم في هذا المسلسل. المسلسل عجبني واخا عندي الدور صغير، ولكن راه ما كاينش دور صغير، بالعكس انا كنعرف الممثل هو اللي كيأدي اي دور، ويمكن يكبروا بالاداء ديالو ويصغروا بالاداء ديالو، هادشي اللي كاين. بالنسبه للمسلسل عجبني لان كيحصل لي الشرف ان نشتغل مع المخرج الجميل دريس الروخ، وكاين مجموعه من الفنانه اللي هما مرموقين وتبارك الله عليهم. كاين يوسف الجندي، سعيد باي، خديجه زروال، مراد حميمو،
جواد العالمي، كاينين بزاف سمحوا لي الا نسيتهم، فكحصل لي الشرف عاوتاني نتلاقى معاهم نديروا صله الرحيم.